أهلا بكم في حلقة اليوم. نتناول حملة الانتخابات التشريعية التي دخلت يومها الثالث من زاوية الأسئلة المطروحة حول مدى شرعية استغلال المشاركين فيها للرموز الدينية والتاريخية. جمال العباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني واصل مثلا استعمال رمزية الثورة التحريرية وصفة المجاهد المحكوم عليه بالإعدام، فيما اتهمه المجاهد عبيد عبد القادر من ولاية عينت موشنت بأنه مجاهد مزيف، وتحداه أن يثبت العكس، واتهمه باختلاق قصة التقائه بالشهيد العربي بن مهيدي وبالراحل رابح بطاط أثناء التحضير لثورة التحريرية. تعيش الجزائر حملة انتخابية على هامش اهتمامات الشارع، حيث يقرع المترشحون طبولا لا تثير أسماع المواطنين، ولأن الأحزاب كلها تدرك بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تقنع بوجوهها الحالية المواطنين على الانتخاب، فقد لجأت لاستعمال صور الشخصيات الوطنية والتاريخية في بداية لاحتكارها واستغلالها سياسيا. وفي الوقت الذي اختفت فيه برامج أحزاب الموالاة خلف برنامج فخامة الرئيس، واستغلت أخرى ثوابت ورموزا وطنية ومواقع عبادة وزوايا، فإن الأحزاب التي كانت محسوبة على المعارضة تروج لخطاب الوقت بدل الضائع بوعود ميتافيزيقية أقرب إلى أفلام الخيال العلمي لبعدها عن الواقع الجزائري، واقع يتميز بالصعوبة الاقتصادية والاحتجاجات اليومية في تذمر واحتقان بالغين، في ظل تجاهل تام لهذه الاحتجاجات من قبل المنشطين للحملة الانتخابية التي هي في واد وجمهور الناخبين في واد آخر. تقرير عبد السميع عبد الحي معنا لمناقشة هذا الموضوع، بداية عبر خدمة عبر الهاتف بالأحرى من الجزائر أستاذة زبيدة عسول رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي. سيدة زبيدة عسول، قبل أن نأتي إلى موضوع استغلال الرموز التاريخية والدينية، ما رأيك بداية فيما يقوله جمال ولد عباس اليوم في البويرة؟ لسنا في حاجة إلى حملة انتخابية وسنفوز بكل المقاعد. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. مساء النور. أولا ماشي هذه المرة الأولى، يعني كل المسؤولين فعلى هذا متعودين بالخطاب، هو خطاب لغة الخشب، يعني لما يكونوا في عجز على تقديم حلول لمشاكل المجتمع، سواء كانت حلول اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، يلجؤوا طبعا إلى الرجوع إلى الشرعية الثورية. وهذا دليل آخر، يعني وهذا دليل إضافي على أنهم هذه الناس هذو أصبحوا في عجز تام وعدم القدرة على تسيير البلاد وتسيير شؤون الأمة. طيب ما رأيك كيف هل يطرح موضوع بشكل خاص لا فلان واستغلاله لرمزية الثورة التحريرية، أم أنه بالنسبة لولد عباس الأفلان هو العمود الفقري للدولة، وهو اللي هو الأفلان اللي جاب الثورة اللي فجر الثورة واللي جاب الاستقلال، فيما جدل كبير حول الأفلان التاريخي والأفلان حاليا؟ وهذا هو الاستغلال اللي رايد يستعملوه المسؤولين تاع هذا الحزب، بأنهم يستغلوا الرصيد الثوري تاع جبهة التحرير الوطني اللي جابت الاستقلال للبلاد، واللي هي حقيقة تراث مشترك لكل الجزائريين، وهذه ماهيش تاع ولد عباس ولا تاع أي أمين عام تاع الفلان، هذا تراث مشترك يكون ملك لكل الجزائريين وكل الأجيال. لكن الأفلان كحزب اليوم لما نشوفوا الممارسات نتاعو ولما نشوفوا الفضائح تاع الرشاوة حتى في هذه الانتخابات وفي هذه الحملات الانتخابية والقوائم والمهازل اللي راهي صرات وكل الفضائح اللي صرات في كيفية اختيار الأسماء والناس اللي راي عليها جدل كبير، كاين اسماء كثيره عليها جدل كبير وماهيش محبوبه من طرف المواطنين بل منبوذة من طرف المواطنين. هذه مره اخرى تدل على انهم هاد الناس هذو ممكن يقعدوا كحزب ما عندهم حتى حظ انهم ينالوا الثقه تاع الشعب الجزائري، لكن يرجعوا للاستغلال تاع جبهه التحرير كرمز لتاريخ البلاد ولاستقلال البلاد. لكن انا نقول برك لهذا الامين العام واللي سبقوه من قبل في هذا الحزب،
يا اخي راهم يقولوا عندهم الاغلبيه، عندهم برك على الاقل 17 سنه وهما حاكمين الاغلبيه في البرلمان بغرفتين، وعندهم الاغلبيه في المجالس المنتخبه المحليه، وعندهم الاغلبيه في الحكومه. هذا التفكير اللي وصلت له البلاد اليوم، وهذه الازمه المتعدده الاجانب، الازمه الاقتصاديه والعلميه والسياسيه والاخلاقيه والرشوه والفساد اللي انحصر كل مؤسسات الدوله وكل القطاعات، هذه نتيجه تسيير هذا الناس. هذو راهم هم اللي يدعيوا يقولوا احنا هم اللي عندنا الاغلبيه. اذا هذه النتائج اللي وصلت لها الجزائر اليوم، هذه من نتائج تسييرهم. كيفاش انا نستغرب والله من ساعات يدعو الى الضحك ولا الى البكاء؟ يعني طيب. كي تسمعهم اليوم يقولوا باللي احنا قادرين نقدموا حلول، اذا كانت عندهم العبقريه في ايجاد حلول ولا ما قدموهاش؟ عندهم 17 سنه، رغم 17 سنه هم يسيروا ولا ما قدموش الحلول للمشاكل تاع الجزائريين. طيب يبقى معنا سيدة زبيدة لو تكرمتي. دكتور اسماعيل معراف الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي ينضم الينا، ما رايك في هذا الموضوع دكتور اسماعيل؟ يعني استغلال الرموز التاريخيه والدينيه، هل هو محل طرحه من ناحيه مشروعيه استعمال، وانه ام انه هذه رموز من حق اي جزائري ان يستعملها؟ من حق مثلا من يستغل لفلان، متصدر قائمه لفلان بدا حملته من عبد الرحمن ثعالبي في العاصمه، حمص بتمثال الامير عبد القادر الار سي دي من 11 سبتمبر ديسمبر بالاحرى، النصب التذكاري وغيرها. يعني هل هذه مطروحه للنقاش ام انه مشروع في الحمله الانتخابيه استعمالها؟ يبدو اننا فقدنا دكتور اسماعيل معرف، ما رايك يعود اليك استاذه زبيدة عسول؟ هل الافلان وطرحناه، هل يطرح كذلك هذا الموضوع على الاحزاب الاخرى، ام انه يعني هذه مرجعيات تاريخيه؟ الامير عبد القادر رموز مثلا دينيه او صوفيه، عبد الرحمن ثعالبي حيث تم مبايعه الامير عبد القادر كذلك وغيرها، هل هذه مرجعيات تاريخيه؟ هل هناك نقاش حولها؟ شوف هي في الجزائر، لكن حتى واحد ما يقدرش الرموز بتاعنا والتاريخ بتاعنا، هذه مسألة مفروغ منها. يعني كل الطبقة السياسية وكل المجتمع الجزائري عنده احترام كبير للتاريخ بتاعنا وللثوار بتاعنا ولرموز تاريخ البلاد، سواء قبل الثورة التحريرية أو بعد الثورة التحريرية. لكن المشكلة اليوم نحن في بصدد يعني انتخابات تشريعية، المفروض انه يجيونا ناس راح يتكلموا على كيفاش يلعب الدور البرلمان المقبل، كيفاش يلعب دور في انه يحل الازمه الاقتصاديه اللي راهي تعيشها البلاد، كيفاش يحقق مراكز الشغل بالنسبه للشباب اللي يخرج من الجامعات بعشرات الالاف سنويا، كيفاش يدير يبني اقتصاد خارج المحروقات او بديل عن المحروقات، كيفاش تلقاو ثروات خارج عائدات النفط. طيب خليك معنا استاذه زبيده. عاد الينا دكتور اسماعيل معرف، ما رايك استاذ اسماعيل في هذا في مساله استعمال الرموز الدينيه والتاريخي؟ اولا تحيه لك وللضيوف الكرام كل مشاهدي قناه المغاربيه. فاعتقادي بانه ربما العوده لهذا الرموز التاريخيه والاستغلال بالنسبه لي حتى الجانب الايديولوجي العاطفي الذي يعرف انه علاقه مع الشعب الجزائري لغدك، هو دلاله كبرى في هذا الوقت الحالي على ضعف وفشل صراحه من يقوم بالعمل السياسي والحزبي الان في البلد. وهو دليل اخر على ان عندما نقول بان ليس هناك صراحه دوله مثل ما هو موجود في كثير من بلاد العالم، فنحن على حق، لان بعد كل هذه السنوات 60 سنه من الاستقلال، الان البلد لا يخرج طبقه سياسيه قادره على انها تقدم خطاب الذي يدعو الى بناء المستقبل ويفتح نقاش حقيقي حول مشاكل البلد، ولا يعود دائما الى الماضي وكان البلد صار تقريبا شعب ذكريات وبلد ذكريات وليس لها علاقه بالمستقبل. لكن هو العالم الان يطرح الكثير من النقاش والناس توجه الى المستقبل ب 50 و 60 سنه استاذ جمال الدين، ونحن ما زلنا قاضعين
في صراحه الملف التاريخي والذاكره والعوده دائما والتلويح بها لاستعطاف الجزائريين. نقول بانه حتى بالنسبه لجبهه التحرير الوطني الناس تخطئ كثيرا. جبهه التحرير لم تكن حزبا في وقت الثوره، كانت جامعه لمجموعه من الاحزاب الى غدا، كان مشروع واحد هو تحقيق الاستقلال. لكن بعد صراحه الناس استولت وايضا اجهرت مشروع الثوره تحولت الى الثروه، وبالتالي هذا الحزب الذي يسمى حزب جبهه التحرير الوطني انا شخصيا لا اعتقد به، بل بالعكس هو يمكن الفساد بعينه، وهو ايضا البيروقراطيه بعينها، وهو الذي انتج هذا الفساد السياسي وهذه التهمه التي تحكمنا باسمه. وبالتالي انه ربما نتابع هذه الايام لكن صراحه لا ارى اي ربما احترافيه ولا مهنيه حتى من جانب اعداد الحملات الاعلاميه والمنسقات والشعارات التي تستخدم الى غد، هي دلاله على بؤس هذا البلد وبؤس هذا السلطه. وانا صعيب انه يمكن تخصيص قناه المغاربيه لهذا الموضوع، انتم صراحه جادون، واعتقد انه هذا هو الحديث، لان اليوم تقريبا البرنامج الذي لديهم فقط برنامج فخامته بين قوسين، ولا ندري اين هو هذا البرنامج الى غد، ما عدا النهب والسرقه وتبديد اموال الجزائريين وايضا الوعود الكاذبه الى غد. وانا شخصيا بروفيسور في الجامعه لا ارى بانه يمكن بعد 60 سنه بان لن نمتلك مثلا جامعه، على الاقل لن نمتلك حتى ربما برامج اقتصاديه حقيقيه واعده تستطيع ان تخرج البلد من ازماته، لا نمتلك ايضا رؤى في جوانب كثيره الى غد، غير هذا الاحتكار السياسي وهذا الغلط في مجالات كثيره الى غد، وايضا تفجير الجزائريين. اذا اليوم لما نشوف انا واتجول في كثير من مناطق الجزائر هنا في الجزائر وخارج الجزائر الغربي، ليس هناك اكتراث وهناك يعني تقريبا استقاله تامه، وكانه الناس تريد ان تلعب من غير تلعب بهذا الوطن، تخرج فقط هذا الشعارات، وكانه يمكن القائمون على هذا الفساد الموجود الغربي. تعرف استاذ جمال الدين، يمكن الانتخابات هي مواسم الفرح في بلدان كثيره الى غدا، لانها ستنتج رؤى وافكار جديده تغير البلد من وضع الى وضع الى غدا، ولكن انا ما الاحظه نحن اي جنازه حقيقه. والله انا اشعر في كل المناطق التي تزوجت فيها الى غدا، وحتى الشعارات الخادشه للحياه التي تكتب على وجوه هذا بين قوسين المترشحين الى غدا، الانسان يحشم انه يقول هكذا للمشاهد القناه محترمه مثل قناه المغاربيه. وبالتالي نحن نعيش مرحله صراحه من التراجع غير مسبوق يمكن في تاريخ الامم، واثبت مره اخرى في الجزائر اننا نحن نعيش يمكن في اقوى الدكتاتوريات الموجوده في الدول العالم السابق، رغم جانبها هكذا اللين والغير المستتر والغير معلن الى غد. وبالتالي انه لا اجد ان مثلا هذه الخطابات التي تقدم في هذه الحمله من 4 ايام وخمسه ايام الى غد انها تجدي نفعا وتنتج على الاقل صوره بالنسبه للذي يشاهدنا من بعيد صراحه. طيب شكرا جزيلا لك دكتور اسماعيل معراف، الباحث الاكاديمي والمحلل السياسي. نور الدين بحبوح وزير السابق ينضم الينا. نور الدين بحبوح، ما رايك في مساله شرعيه استغلال الرموز الدينيه والتاريخيه؟ الدكتور اسماعيل معراف كان يقول بانه عمليا كانه بهذا الاصرار على التاريخ بشكل خاص كانه هناك محاوله سجن الجزائر فقط في التاريخ بدلا من فتح الافاق امامها والحديث عن برامج تقدم اجوبه على اسئله الواقع الحالي. نور الدين بحبوح ارجو انك تسمعني. نعم اسمعك. تفضل سي نور الدين. ما سمعتش السؤال من فضلك بارك الله فيك، عاود السؤال. سؤال ما رايك في موضوع استغلال الرموز؟ يعني هل هو مشروع استغلال الرموز التاريخيه مثلا والدينيه؟ ما انه مثل ما كان يقول الدكتور اسماعيل معراف في تحليله بانه هذا نوع من يعني كانه سجن الجزائر في التاريخ فقط، يعني انه بدل واستغلال هذا التاريخ في خطابات سياسيه جوفاء بدلا من الحديث عن الحاضر، تقديم اجوبه عن اسئله الحاضر. السلام عليكم، تحياتي لكل متابعي قناه المغاربيه.
صحيح. على كل حال بدأت هذه المحنة الانتخابية بصفة يعني غير معقولة تماما، غير مقبولة تماما، أولا من الرأي العام ككل مواطن، كل ما يعني قام السائل لماذا الآن في المرحلة الحالية أصبحنا نلعب من قبل مرحلة انتقال إلى مرحلة حملة انتخابية مبنية أساسا على خطاب عاطفي مبني على عاطفة، وبطبيعة الحال دفاع، وكل واحد يتبنى رموز الدولة الجزائرية. هذا الشيء يعني مؤسف ومؤسف جدا، وأنا شخصيا أتساءل أين هي هذه الهيئة، هيئة متابعة الإشراف على الانتخابات التشريعية. ثانيا الشيء الملاحظ هو أن حتى أحزاب سياسية اللي كانت يعني في الماضي تتكلم بأن فلا بد أن يكون نقاش واحتضار وحول البرامج، أصبحت هي الأولى تخلع في نص الخندق وتتكلم. واحد يتكلم على رموز للدولة الجزائرية، واحد يروح يزور مقابر، واحد يروح يزور، يعني هذا يعني ليس جدا، ولا يخدم الجزائر ولا يخدم حتى السلطة يعني ممكن يكون عندها نية بمحاولة إشراك الجميع في هذه الحملة الانتخابية، وطلب من طرف المواطنين أن يلتفوا حول هذه العملية ويعني يروحوا يصوتوا. ولكن يلاحظ بأن ممكن هذه اللعبة هي تنتج عليها نتيجة أخرى معاكسة تماما. إذن ضيف على هذا نسمع حتى يعني خطاب سياسي، ليست خطاب سياسي مبني على الهيئة هذه على هذه المؤسسة اللي هي في الماضي فاقدة شرعيتها فاقدة مسؤوليتها، ولكن الخطاب اللي سمحنا أن نسمعه حتى يعني في الانطلاقة كانت انطاعا فولكلور، هناك فردة والبندي والزعاري. طيب هل هذا ما تلمسه، هل تلمس في المواطن، هل لمس سي نور الدين بعبوع في هذه الحملة الانتخابية انه يعني هذا العزوف وهذا هذه الرسالة الواضحة من الجزائريين انه كفى كذلك من استغفال باستعمال التاريخ، وايضا بمحاولة يعني كانه التعامل مع الجزائريين كانهم قصر يعني باستغلال التاريخ وبهذه الفولكلورية واستغلال الرموز الدينية والتاريخية؟ يا أخي أنا أقول لك من كل من هو يعتبر بأن الشعب الجزائري غير ناضج، هذه مغالطة وخطاء كبير. الشعب الجزائري يدرك كل شيء، يدرك كل شيء، وحتى عندما انطلقت عملية ترشيحات وعملية حتى الاستمارات والاستمارات، لاحظوا كله وجود، لاحظوا بأن هناك أحداث سياسية لم تقوم يعني بعملية هذه العملية، ولكن في نهاية المطاف كانت تعلقات تخرج في 30 و40 و40 بشكل عام. الشعب الجزائري يا أخي لم يستهدي بالشعب الجزائري، غالب وغالب وغالب غلطة كبيرة كبيرة كبيرة. شعبنا واعي، شعبنا ذكي، شعبنا حتى عنده تصور وعنده منهجية خارقة للعادة، وكل من هو يعني عنده قراءة مخالفة لهذا التصور راح خاطئ. وأنا أقول لك بكل صراحة اليوم الفاصل في هذه الانتخابات التشريعية المقبلة، الفاصل هو الشعب. الشرط الوحيد المطلوب هو أن التصوير ما يكون كل الطول، يعني التصوير قليلة وقليلة جدا. ثانيا التصوير الذي لم نقبله تماما هو التصوير في خاصة في تضخيم نسبة المشاركة. أنا أقول وأكرر بأن ولكن لماذا تشاركون سي نور الدين بعبوع وأنتم تعرفون بأنه هناك تزوير يعني، وتتحدثون من الآن عن تزوير يعني؟ أنا جاوبت وما عندي حتى مانع باش نعاود الجواب. أنا دخول تاعنا دخول استراتيجي سياسي، ودخول استراتيجي سياسي مبني أساسا على أن الحزب السياسي يبقى موجود أولا، ثانيا الحزب السياسي ماذا به يكون عنده منبر لكي يتكلم ويدافع عن المشروع نتاعو، طيب يدافع عن
البرنامج أو هذا هو الهدف. يعني شكرا جزيلا لك نور الدين بعبوع الوزير سابق، شكرا لك. عودي لك سيدة زبيدة عسول، ما رأيك في ملاحظة دكتور إسماعيل معراف؟ يعني وهي ملاحظة نافذة جدا، يعني باستغلال التاريخ، يعني كأن هناك إرادة في سجن الجزائر في هذا التاريخ فقط، في تعطيلها في التاريخ. الجزائر التي صنعت التاريخ يتم وقفها، يعني إيقافها في التاريخ، يعني بدلا من الحديث عن الواقع وفتح الآفاق المستقبل أمامها. هذه هي ما يسمى بسياسة الهروب إلى الأمام. فعلا لما تشوفهم الآن اللي يرجعوا دائما إلى الماضي، خاصة الناس اللي ما زالت عايشة في الماضي، الماضي تاع هذا افتخروا به كما راهو بالجوانب الإيجابية تاعو بالجوانب السلبية. لكن اليوم الشيء اللي ينتظروا المواطن الجزائري تاع اليوم، هنا عندنا شعب فيه 75% أقل من 35 سنة، يعني أغلبية سكان الجزائر شباب. هذا الشباب هذا واش ينتظروا؟ ينتظروا يعيشوا عيشة محترمة في بلادهم، يكون عندهم منصب شغل، يكون عندهم أحلام، يكون عندهم طموحات، يكون عندهم بلاد متقدمة، يكون عندهم بلاد فيها الديمقراطية، فيها الحريات، فيها التداول على السلطة، فيها دولة القانون، يطبق القانون على الكل، مشكر على الضعفاء، فيها المساواة في الحقوق. هذا الشيء يعزوا هما على إيجاد حلول لهذه المتطلبات تاع المواطن الجزائري تاع اليوم تاع القرن 21. بقاو لاصقين في الماضي، لماذا؟ لأن الماضي ماشي هما اللي صنعوه، الماضي صنعوه العظماء، صنعوه الثوريين، صنعوه التاريخيين تاع البلاد، صنعوه المثقفين تاع البلاد على مر العصور والأزمنة. لكن اليوم ما هو مطلوب منا جميعا كجزائريين هو أننا كيفاش نمدوا علم للجزائري ما يعرفش يغادر بلاده. طيب تشوف اللي سنويا كاين آلاف الإطارات راهي تغادر الجزائر، رانا قاعدين نفرغوا الجزائر من كل الكفاءات، من كل الوطنيين اللي باغيين يخدموا بلادهم. هذه مشكلة خطيرة. طيب ابقي معنا أستاذة زبيدة عسول. على ذكر الشباب، معنا محامي شاب طارق مراح ينضم إلينا في النقاش. ما رأيك طارق مراح عندما مثلا حتى شباب جزائري يتابع موضوع كذلك استعمال واستغلال التاريخ الثورة التحريرية، ويستمع الهواء مباشرة النقاش مثلا في الواجهة، ولد عباس يتحدث عن ماضيه الثوري، مجاهد محكوم عليه بالإعدام، ويسمع الهواء مباشرة في الجهة المقابلة مجاهد من نفس المنطقة معه مجاهد، يقول له أنت لست مجاهدا، ويتحدى بأنه يثبت ويقول أنه زيف وقاع بأنه التقى بن مهيدي وبطاط مثلا. ما خاطر هذا كذلك على هذا الرأسمال التاريخي الذي يسمى ثورة تحريرية والجزائر التي صنعت التاريخ، يستغل كلعبة في لعبة وتسويق الانتخابي؟ نعم، ومن خلالك أخي جمال أحيي جميع مشاهدي قناة المغاربية. وفي هذا الموضوع بالذات يبدو أن ولد عباس قد حول النقاش من نقاش وطني من أجل حلحلة مشاكل الجزائريين وتفكيك الألغام الاقتصادية والاجتماعية التي تراكمت وباتت يعني تفسد حياة الجزائريين، فهو يحول النقاش إلى نقاش شخصي. وبعدنا ندخلنا فيه، هذا مجاهد ولا ماهوش مجاهد، هذا ماهوش مشكلنا، هذا إذا كان أنت مجاهد راه مشكلك الشخصي. أما إلى راح حاب تحول النقاش هذا إلى نقاش تاريخي، احنا التاريخ ما عندنا نديرو به، احنا التاريخ نتاعنا نقروه ونحفظوه وتاريخنا نعترف به يعني بحلوه ومره. ولكن أليست فرصة هذه الانتخابات التذكير بالتاريخ؟ يعني هناك من يقول مقولة، إن كنت لا تعرف من أين تأتي لا تعرف أين تذهب. يعني لا، هذه محطة انتخابية أخي جمال تمثيلية، يعني ريبريزنتاتيف، يعني هذه محطة انتخابية يطمح الجزائريين خاصة الشباب الجزائري الذي يتدفق نحو الضفة الأخرى من البحر المتوسط في قوارب الموت، يطمح من خلالها ممكن
الى يعني ممكن الى كاس ما يلقولهم حلول يعني في العمل حلول يعني حتى باش يروحوا مثلا يشوفوا كاش ما يديروا اسر يروحوا يتزوجوا يديروا اسر يديروا هذو الناس عبء على الجزائر اخي جمال انهم يحولون النقاش الى نقاشات هامشيه هكذا وراهم في كل مكان يقرعون الطابون بالسرد نتاعهم هذه اللي كل خطره يديروا لنا سرده راهم يتبعوا في الشخشوخه ويتبعوا في الكسكسي ويتبعوا في اللحم هذه الناس يتقاضوا رشاوه مقابل انهم يديروا ناس في قوائم وقد باتت فضائحهم تجزم الانوف في وسائل الاعلام المحليه وحتى الاجنبيه هؤلاء لا هم لهم الا الوصول الى البرلمان للتمطرس هناك وراء الحصارة كما تمطرسوا وراء الثورة وراء رموز الثورة هؤلاء يعني رحمة الله عليهم هم براء منهم وبراء من هذه الفضائح وبراء من يعني تزييف التاريخ والتوجه بجبهة التحرير الوطني التي هي ملك لكل الجزائريين إلى هذا الرواق الغير مشرف بالمرة التاريخ الجزائري هو تاريخ يشرفنا هو تاريخ مجيد لا يحق لأي أحد أن يصادره أو أن يتخذه مطرسا يتمطرس وراءه ليصل إلى مآرب شخصية وطموحات يعني عصبوية حتى للتموقع هنا أو هناك في مؤسسات إن صحت تسميتها بالمؤسسات يعني توجيه هذا المسار نحو يعني مصالح فئوية حزب التحرير الوطني وغيره من أحزاب السلطة اتخذوا هذه الانتخابات محطة للتموقع يعني أخي جمال خليني نكون معكم يعني أكثر صراحة منذ قليل في إحدى القنوات الإذاعية سمعت أحد المترشحين يعني والله أصبت بالذهول وأنا أسمع أحد المترشحين يعيد الجزائريين بالتكنولوجيا النووية قال لهم علاش ما نطرحوش يعني مسألة النووي في الجزائر هذا الإنسان ما نعرف وين راهو عايش الحليب ما كانش والبطاطا بعشرة آلاف ويهضر لي على الطاقة النووية يعني الناس هذو راهم خرجوا من حبال عقولهم حابين يهبلوا الشعب وهكا وخلاص هذا إذا يهضر يعني في قناة إذاعية يهضر على النووي يعني الانسان يعني شاف الصواب وخرج خليك معنا طارق مراح لو سمحت استاذة زبيدة عسول عاود لك كنت تقولين بانه هذه سياسة الهروب الى الامام ليست ربما الهروب الى الوراء باستغلال الرموز التاريخية والدينية يعني عمليا تاريخية وما مخاطر هذا يعني انه كانه الجزائر تدور في حلقة مفرغة بنفس بدل من الحديث عن ربما الإنجازات المتوقعة لهذا الشباب جزائر الابتكارات والجامعات وغيرها يتم الحديث عن جزائر الزوايا جزائر الوعود البراقة وغيرها من التبريحات بين قوسين في سوق الانتخاب هي المشكلة المطروحة اليوم بتشوف باللي انتخابات تشريعية أحزاب سياسية اللي تطرح أحزاب تتكلموا كأنها رايدين في حملة انتخابية انتخابات رئاسية. أولا لو كان نشوفوا احنا نقيموا غير العهدة البرلمانية هذه كيف هذه. يا هل ترى العهدة هذه قدرت ولو مرة دير مساءلة للحكومة فيما يتعلق بمسألة الفساد والرشوة اللي راهي موجودة في كل المستويات. يا هل ترى قدر البرلمان يحاسب الحكومة على كيفية صرف المال العام؟ هل ترى البرلمان قدر مرة يدير مشروع مقترح قانون يفيد ويخدم المجتمع في الاتجاهات تاع متطلباته هذا الشيء كل ما كانش اذا اليوم هذا الناس هذو يجيو يتكلموا على شيء وما يحترموش حتى الدستور لانه الدستور الجزائري الان اللي عنده عام برك اللي راهو تعدل هذا الدستور هذا يقول يمنع منعا ذاتا استعمال الرموز تاع الدولة وكذلك الهوية ممنوع استعمالها في الحملات الانتخابية وفي الدعاية الحزبية وفي الدعاية للبرامج الانتخابية هذا الناس هذو ما يحترموش الدستور إذا كيفاش تحب أنت تدير ثقة في ناس كما هذو غدوة يجيو في البرلمان وهما كاين مواد في الدستور الآن ما يحترموهاش يعفسوا عليها علاه؟ لأنه الصراع الآن هو صراع تموقع كل
ليس صراع على حل مشاكل الجزائريين ولا إيجاد حلول للاقتصاد الجزائري ولا إيجاد حلول لمناصب الشغل للشباب. الحل نتاعهم كل الصراعات نتاعهم كل يستعملوها باش يوصلوا لمراكز صنع القرار. وهذا الصراع هذا يستعملوا فيه تو لي مويان سون بون، يعني يستعملوا الغاية تبرر الوسيلة، يعني حتى يديروا كرنفال يديروا فولكلور يديروا كل الوسائل. ولكن كاين حاجة واحدة نساوها ربما، هو أنه الشعب الجزائري اليوم تاع القرن 21 ومش الشعب الجزائري تاع الخمسينات ولا تاع الستينات. الشعب الجزائري اليوم كل يطالع واش راه صاير في العالم، وعنده انترنت وعنده مواقع الاجتماعية وهو عارف الأمور كيفاش تمشي، وبالتالي هما يحبوا يستغباو في الشعب، ولكن الشعب مش غبي، راه طيب. فاهم الأمور كما ينبغي وراه يضحك عليهم أوفون. طيب خليك معنا أستاذة زبيدة طار بن بعيبش رئيس حزب فجر جديد ينضم إلينا، أنتم مشاركون في هذه الانتخابات، ما رأيكم في استغلال مسألة استغلال الرموز الدينية والتاريخية ورموز حتى الهوية؟ أستاذة زبيدة عسول وهي القانونية تقول المفروض بحسب الدستور ممنوع ذلك، يعني ولكن يعني هذا الخطاب الاستغلالي واضح في هذه الانتخابات. شكرا للأخ جمال، تحية لكم ولمشاهدي المغاربية ولضيوفكم الكرام. صحيح أنه النظام الجزائري يعني منذ الاستقلال وهو يستعمل رموز الثورة والثورة والشهداء كلما اقتضت الضرورة لذلك، لكن مقابل عدم صيانة رسالة الشهداء والإرث الذي تركوه وتضحيات الجسام التي قدموها من أجل بناء الدولة التي كان يعني يحلم بها والدولة التي علق الشعب الجزائري عليها أمل كبيرة. أمام هذا الوضع الآن بالنسبة للحملات الانتخابية، يعني أولا السؤال الذي يطرح هو أن الشهداء قد أدوا واجبهم وهم مكرمون عند ربهم، المجاهدون كذلك أدوا واجبهم، ماذا قدمنا نحن اليوم وماذا قدمت هذه الأجيال للجزائر؟ فكان من اللازم أن يقدم برنامج حزبه وما يستطيع أن يقدمه للجزائر ويترك الشهداء والمجاهدين بجانب. استغلال مثل هذه الظروف، استغلال التاريخ في حملة انتخابية هو دليل على أن هؤلاء لا يملكون برنامجا ولا يملكون تصورا يقدم للشعب الجزائري، وبالتالي يلتجئون دائما. ثانيا الالتجاء لمثل هذه الرموز هو في حد ذاته يعني كانهم يضحكون على الشعب الجزائري، وكان الشعب مش فاهم العمليه، وكان الشعب يعني انا اقول لك الان قناعتي الراسخه ان الشهداء فهم مكرمون عند الشعب الجزائري اكثر من اي فئه اخرى. وهم يقدر يعني القاسم المشترك يعني اللي ما يختلفوش عليه الجزائريين هو الشهيد وهو المجاهد الذي ضحى من اجل هذا البلد. اما ما بقي، انت لديك حزب ولديك برنامج ولديك مناضلين، قدم لي ما هو لديك الان، لماذا تتكلم عن الشهداء وتتكلم عن التاريخ؟ ولهذا في هذه العمليه بالنسبه لنا احنا كنا يعني كل مره نطرح يعني نطرح مشكل او يطرح مشكل الساحه السياسيه الا وتكون دائما يعني العصا السحريه لهؤلاء هو التفريق هي التضحيات هم الشهداء هم كذا هم كذا. بالنسبه للحمله الانتخابيه يعني الان لماذا؟ لانها يعني تعيش بروده وهي في بدايتها على كل، لست ادري يعني كيف تكون هي عاده ان العمليه لا تنطلق الا بعد يعني الاسبوع الثاني والثالث. ولكن بالنسبه يعني هو عامه الشعب الجزائري مش ممكن ابدا تقدر تحركه بمثل هذا الكلام وبمثل هذه يعني الموعظه. الشعب الجزائري يعيش جيدا ما يجري في الجزائر وهو دارك لوضعيته التي يعيشها. اذا فالبرامج يجب ان تكون برامج يعني حتى وان كان نشطي المقتنع ان الشعب الجزائري لم يصل لدرجه الاختيار البرامج. لماذا؟ لانه مقتنع انه ما هو البرنامج الذي سوف يطبق يعني. قال مهما كان البرنامج الذي تحملونه يصعب تطبيقه في الميدان لكون ان السلطه قائمه
والسلطة لا يمكن أبدا أن تترك المجال لغيرها. ولكن ربما قد يكون هناك طرح آخر، أن ربما هؤلاء لا يرون لأن السلطة للمعارضة الأحزاب الأخرى بديل عن السلطة ولها برامج بديلة، يعني حتى لم يكن للسلطة بالنسبة لهم برنامج، ربما لا برامج كذلك للأحزاب المعارضة لها ولا بديلة للسلطة. لا إذا كان، أنا أقول لك شيء، إذا كان في تنظيم يعني تنظيمات سياسية في البلد لتملك رؤية ونادي البديل، هي المعارضة، معارضة على الأقل الطرح طرح يعني طرح شفاف وفي إطار نقاش يعني مباشر، وهي طرح البرامج تاع أمام الشعب الجزائري وأمام النظام وأمام العالم. بالعكس، أن المعارضة هي التي تملك برنامج، تملك برنامج يعني واضح ولديها حجتها قائمة على السلطة في كل مرة. يعني بالعكس، لما يملكش البرنامج هو النظام الذي قاد هذا البلد لمدة يعني لا. بالنسبة لولد عباس، هناك برنامج فخامة الرئيس وهناك إنجازات الرئيس. ولماذا يثقون في إنجازات الرئيس؟ ما هو برنامجكم أنتم؟ وما هو البديل الذي تستطيعون تقديمه؟ وما هي الحلول التي تقدمونها؟ لازم يعنوا مباشرة ما هي الحلول التي يقدمونها لمعضلات المشاكل المطروحة الآن على الشعب الجزائري. تبقى لي في برنامج فخامة الرئيس، برنامج فخامة الرئيس، ما هو برنامجك وما هو اقتراحك وما هو البديل تاعك؟ وأي برنامج تملكه أنت؟ هذا هو السؤال المطروح. لماذا في كل مرة يتغطون ويتهربون وراء برنامج رئيس الجمهورية؟ ما هو برنامج حزبك؟ ما هي المشاريع التي تستطيع أن تتحمل بها المسؤولية في حملة انتخابية وتعلن أمام الشعب الجزائري وتفي بوعدك بعد الانتخابات؟ ليس لديهم أي برنامج. ولا رؤية للمستقبل. شكرا جزيلا لك طاهر بن بعيبش، رئيس حزب فجر جديد. سادة زبيدة عسول، ماذا عن مثلا، وتحدثنا عن السلطة واستغلالها للتاريخ، ماذا عن أحزاب مثل أقدم حزب معارض في الجزائر مثلا الأفافاس؟ يعني والتقارير الإعلامية تتحدث عن صورة أيت حمد، حتى عدم وجود صور المترشحين. ما رأيك، هل من الطبيعي للأفافاس أن يضع رمزية الدال حسين مؤسس الحزب، الدال حسين الرجل التاريخي، أما أنه هذا يطرح كذلك إشكالية استغلالية؟ هي فعلا المشكلة هذه سؤال تاعك في الصميم، يعني احنا في الجزائر مع الأسف خاصة في السنوات الأخيرة ولينا نقدسوا الأشخاص أكثر من نقدسوا البرامج والرؤى، بغض النظر يعني حسين يتلت شخصية تاريخية معروفة وعندها يعني وزنها وعندها تاريخها، هذا شيء لا ينكره حتى واحد، لكن هذا دليل مرة أخرى على أننا دخلنا في تصور نتاع شخصي، شخصنة المؤسسات، شخصنة الأحزاب السياسية، هذا دليل أيضا على أننا دائما نبقى في الماضي. يعني حسين أيت حمد الله يرحمه راهو دار تاريخه ودار الواجب تاعه، لكن اليوم ما هو مطلوب من الأحزاب ومن الطبقة السياسية نتاع القرن 21 هي أنها تصنع هذا وعباقرة سياسيين يكونوا عباقرة تاع عصرهم، يعني تاع وقتهم، كل فترة عندها العباقرة تاعها، وبالتالي الماضي احنا باش ينفعنا أننا نجعله يكون كقدوة، كمقياس، كنموذج نرجعوا له باش يحفزنا، باش يعطينا هذاك التراث هذاك نتمسكوا به باش نقدروا نلجوا كيف ولا احسن منه. لكن اذا نبقاو احنا دائما نتغنوا بالماضي، هذا دليل على انه اليوم ما كانش برود شخصيات كاريزماتيه اللي عندها وزن، اللي عندها حضور، اللي عندها خطاب سياسي قادر يجمع وقادر الموبيليز يعني يأثر المجتمع وقادر يوصل إلى قلوب وعقول المجتمع. هذا هو الشيء
راه وانا نقول باللي خطير بالنسبه للجزائر، لانه مصير اي دوله واي امه هي انه كل فتره يكون عندها القاده تاعها، يكون طيب. عندها العباقره تاعها في جميع المجالات. وبالتالي انا نقول اليوم ربما النظام السياسي تاعنا كما هو هو اللي ما خلاش ما سمح انه تبرز كفاءات سياسيه جديده خلال عقود متتاليه، وهو غالق اللعبه السياسيه. وحتى كي يدخل المجال السياسي ما كانش تساوي الحظوظ وتكافؤ الفرص باش تقدر تبان الكفاءات السياسيه. بغيت فقط نقول لك سي جمال، الناس اللي يقولوا وخاصه احزاب الموالاه اللي تقول باللي المعارضه ما عندهاش برامج، هذا غير صحيح. لانه لما تشوف احزاب اللي راهي عندها اكثر من 50 سنه موجوده في الساحه السياسيه و30 سنه هي اللي ما عندهاش برامج، لانها راهي تتغطى وراء برنامج رئيس الجمهوريه. بالعكس انا نقول في الحزب تاعنا، الحزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي، حزب ذكي من 2013، ولكن احنا ما كذبنا حتى على واحد، درنا برنامج ودرنا رؤيه للجزائر في 50 سنه المقبله اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا وعلميا، وقدمنا مشروع دستور كامل واعطيناه للسلطه. اذا شكون اللي ما عندوش؟ هما اللي ما عندهمش، ماشي احنا اللي ما عندناش. ولكن احنا مع الاسف ما عندناش الانانيه كما عندهم هما. انا شخصيا مانيش في السلطه ومانيش، راني في المعارضه البناءه، وقدمت مشروع دستور كامل واعطيته للسلطه في اطار المشاورات، وقلت لهم احنا المهم ان الجزائر تتقدم، المهم ان نقدموا مساهمه، ما راناش انانيين، ما نقدروش نقولوا كما السلطه، احنا ما نمدوش الافكار تاعنا حتى نوصلوا للسلطه. هذا برك فقط باش نقولوا الحقيقه وما نغلطوش المواطن وما طيب. نكذبوش على المواطن ونقولوا له باللي المعارضه ما عندهاش برامج وما عندهاش افكار. شكرا جزيلا لك زبيده عسول، رئيس حزب الاتحاد من اجل التغيير والرقي. طارق مراح، ما مخاطر في الاخير ان عمليه استنزاف ان صح التعبير هذه الرموز وتنفير حتى الشباب الجزائري من هذا الراس مال التاريخي بهذا الاستغلال السياسوي له مخاطره على الجزائر التي لا يبدو انه مثل ما تقول الجزائر يتم بلورة جزائر 50 سنة المقبلة، يتم إرجاع دائما هذه الجزائر إلى 50 سنة الماضية. نعم، من أول مخاطر مخاطر يعني تمطرس وراء تمطرس أو التخندق وراء رموز الثورة، هو تمييع هذه الرموز لدى الأجيال اللاحقة، لأنه الشاب الجزائري عندما يرى هؤلاء يتكلمون عن العربي بن هيدي، يتكلمون على انه فلان التقى فلان وانا درت وانا فعلت وانا محكوم عليا بالاعدام وانا هو اللي طلعت الصاروخ تاع القمر، هذا الشاب من بعد ما يلقاش رد، ما يلقاش من بعد يسمع فضائح في هذا الحزب ورشاوه وكذلك يعني كل ما من شأنه يعني إغراق الساحة السياسية في الرداءة، يولي من بعد يقول باللي الناس هذوما مادام يهضروا على رموز الثورة ومادام تلاقى فلان ومادام حتى يعني فلان راهو كيفه، حاشا الشهداء وحاشا يعني الرموز الحقيقية للثورة الجزائرية، حاشاهم من هذه الرداءة ومن هذا الوحل الذي علق فيه هؤلاء. احنا ما لا يهمنا هذا النقاش، ما يهمنا هو وين راحت ال 1000 مليار دولار، واللي يهمنا وين راحت الثروه تاع الجزائريين، اللي يهمنا علاش الجزائريين الشباب الجزائري يتخذ قوارب الموت من اجل المرور الى الضفه الاخرى، علاش راهو يدير هك، علاش الشباب الجزائري مفرط في بلاده اللي هي احسن بلاد في العالم ورايح لبلدان الناس باش يغسل الماعن، هاي الاسئله لازم نطرحوها، السؤال لازم نطرحوه، علاش الجزائريين ما يتمتعوش بالثروه نتاعهم ما تحت الارض وما فوق الارض، الجزائريين لازم يفهموا علاش في 15 او في 20 سنه ما قدرتش الجزائر هذه بالبرميل اللي يوصل ل 140 دولار ما قدروش يحلوا مشكل بسيط جدا كمشكل مثلا البطاله. واصف لكم بشرى في قانون في قناه المغاربيه انه حفره بن عكنون راهي عاودت فتحت هذا المساء، عاودت فتحت عندها واحد الساعه في شطرها السفلي المؤدي الى بوابه حديقه الحيوانات، يعني الجزائر وصلت انها ما عادش قادره تدير طريق. كل يعني
كل القطاعات غرقت في الوفاة في الرداءة، غرقت في الفساد، عم الفساد ودب. ونحن لا نقدم صورة سوداوية إلا أن هذا هو الواقع. مع كل أسف نحن كشباب جزائري نطمح إلى الأفضل، نطمح إلى إصلاح وطننا، نطمح إلى المضي بوطننا إلى الأفضل، لكن هؤلاء دائما يقفون حجر عثرة ويرون بأن البلد هو ملك لهم موروث أبا عن جد. هؤلاء لا يقبلون يعني الرأي الآخر، يرون فقط ما يصلح لهم ولحواشيهم، يرون فقط كيف يصل اليوم يعني رئيس حزب السلطة قال لهم أنا لست بحاجة إلى هذا ولد عباس، قال لهم أنا مانيش بحاجة لحملة انتخابية، أنا رخنا ندي كامل مقاعد البرلمان. يعني هذ الناس عندهم يعني عندهم حكم مسبق، على عندهم حتى يعني على باله قداش راح يدي في البرلمان. هذ الناس عندهم صراع بيناتهم على التموقع في البرلمان، على يعني على فرض سطوتهم على الحكومه والاستفراد بحقائب الوزاريه اكبر عدد ممكن من حقائب الوزاريه. واخر هم لهم هو الشباب الجزائري، اخر هم لهم هو الجزائر. ولا اجد احسن من يمثل يعني هذا المشهد، مشهد الاختفاء وراء الثوره والاختباء وراء الثوره، احسن من الممثل عثمان عريوات اخي جمال اللي قال لهم في 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 احسن شطر من 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 هذاك الفيلم المشهور تاع كرنفال في دشرة، قال لهم تدخل دوره وراء الثوره مدايرينها باش. هذا هو احسن 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 يعني رساله مررها الممثل القدير عثمان عريوات الى هذه الطغمه التي تحكم البلد باسمها الشخصي وتستفرد بثروات الشعب. هؤلاء باتوا عاجزين على ان يصنعوا للجزائري برنامجا حتى يعني لمده شهر او شهرين. ارمي مشوا نهار بنهار اليوم، وهم اليوم يعني اثبتوا عجزهم وباتوا يملؤون قوائمهم هنا وهناك ويلصقونها يعني حتى حضاريا لا يصلح ان تلصق حتى ملصقاتهم يعني في الجدران، يعني شوهوا المنظر العام في البلاد. هؤلاء يفتقدون لكل قيم الخط السياسيه والممارسه السياسيه السليمه والقانونيه. طيب. هؤلاء هم والحل في اعتقادك الحل الان امام هذه الصوره التي رسمتها عن هذه الجزائر، الحل طارق مراح في دقيقتين لو تكرمت الوقت أدركنا؟ الحلول التي نقترحها يجب أن تكون أولا حلولا جماعية، يجب أن نتجه اتجاها مباشرا إلى الشرعية، والشرعية نتجه إليها عبر وفاق وطني، عبر اجتماع يعني لكل القوى السياسية في الجزائر إن بقيت هناك من قوى سياسية يعني سليمة. يجب أن نرجع إلى قاعدة الشرعية، وقاعدة الشرعية هي التي يبنى عليها كل شيء. يجب أن كذلك المجتمع المدني أن يتحرك بنخبه المثقفة والإعلامية. كذلك يجب على النخب الحاكمة أن تتنازل شيئا ما، لأن الجزائر باتت في خطر محدق من هذه السياسة التي يمارسها هؤلاء. لا ولكن بالنسبه لولد عباس الجزائر بين يدي امنه، بين يدي الرئيس بوتفليقه، الرئيس بوتفليقه الذي فوت الفرصه على المتربصين الذين ارادوا زرع فتنه الربيع العربي. الجزائر بين يدي امنه بالنسبه لولد عباس ومن معه. الأيدي الآمنة قد عجزت على تأمين الحليب والبطاطا أخي جمال. بتنا نعيش يعني شيئا من يعني بتنا نعيش رداءة ومأساوية لم تعرف الجزائر في عمرها وفي تاريخها. يعني بات الناس هذوما ما عندوش قادرين يأمنوا لنا حتى أدنى متطلباتنا. يعني لست أدري أيدي آمنة هذه التي وقعت الجزائر في يعني بينها، ونحن يعني نعاني مشاكل يعني بسيطة جدا ومشاكل تقليدية، منها المأكل والمشرب والمسكن. يعني عندنا الشقة هنا في الجزائر أخذ من شقة في ألمانيا وفي يعني في بلد. طيب شكرا جزيلا لك طارق مراح المحامي والناشط الحقوقي. لهنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.